المساري الأول هناك من تنضم وتنفرد بالصدارة الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري مع المركز الأول ومع المركز الثاني الشاهينية والشاهينية المملوكات لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. ثالث المراكز هملول الهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع وأرى الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتولى عملية التضمير. خامس المراكز الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازم من يتابع الانطلاق. تغير مباشرة إلى المركز الرابع. المركز السادس وصلت مشاهدينا الكرام وانطلقت العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس لنيف الزعيم من يتابع هذا الانطلاق. التقدم الممتاز اتأخر ونشوف اللي في المركز السابع من تصل في هذه اللحظات في سابع المراكز. أرى مشاهدينا الكرام هنا تتقدم بهذه الانطلاق والمسار دمعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب أحمد بن سلطان بن رشيد السويد الخطير يتابع انطلاق دمعة. تاسع المراكز وثامن المراكز هملول الهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي يتولى عملية التضمير. المركز التاسع الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازم محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري. وفي عاشر المراكز الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هكذا النتيجة هكذا النداء الأول للعشرة المتقدمة هنا في هذا مسار الشوط وانطلاقه. نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من تسيطر مع البداية وتأتي مع مقدمة الشوط بهذا الانطلاق. يا سلام الشاهينية تغير هناك مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع انطلاق الشاهينية. المركز الثاني العين، العين في ثاني المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي الزعيم يتابع انطلاق العين. ثالث المراكز الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الرابع وصلت الشاهينية لهجن الرياسة هنا بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، ولكن الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي. يا سلام أول إذاعة الشاهينية تنضم مباشرة إلى المركز الرابع. الوصول من هملول لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي ودمعة دمعة. يا سلام تتقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتابع الانطلاق وصول هملولة. هملولة أيضا الأخرى هنا مشاهدين الكرام تتقدم بهذا المسار وتغير من مركز إلى مركز. لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي مع انتصاف المسافة مع 3 كيلومتر. وصلت شاهينية لهجن الرياسة مع المجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ومن الجانب الآخر الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. وهملولة تصل هملولة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. يا سلام هنا القدوم والوصول من تاتي هنا كدشة. وصلت كدشة لسمو الشيخ محمد بن المرمى المكتوم المكتوب سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. هكذا النتيجة هكذا النداء الثاني. نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا الشاهينية يا سلام يا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم لنا الإبداع في سن الإذاع في هذا المساء. ذياب يتابع انطلاق الشاهينية هنا مع المدرج الأول مع الصدارة والمقدمة. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع الانطلاق. وصول من الشاهينية هنا لهجن الرياسة يا سلام بقيادة المستحيل مع
المركز الثالث ومع المركز الرابع برفقة بو النجمي راشد بن محمد بسهم المنصوري. هنا يقدم لنا مجموعة من الشواهين الواصلة العين، العين مع المركز الخامس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، آل نهيان محفوظ بخميس، آلي نيبي يتابع الانطلاق الزعيم، ولكن هنا هملولة، هملولة الهجن الرياسة مع بولي مايل الظافر علي بن يميل الوهيبي. هكذا النتيجة، هكذا مسار الشوط. الشاهينية الهجن الرياسة بقيادة الفيلسوف أحمد بن مايد الخيلي، دمعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير يتابع انطلاق. هنا دمعة، وأيضا هنا الشاهينية هنا تتقدم لهجن الرياسة مع المجازة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نعود إلى البداية، نعود إلى الكيلو ونصف الكيلو، ما تبقى عن خط النهاية، والهو الفيصل عن الناموس. والشاهينية برفقة المستحيل هي مع مقدمة الشوط، هي مع المركز الأول. يا سلام للشاهينية، يا سلام ويا المستحيل. هنا مع البداية لهجن الرياسة منفردة مع الصدارة مع مقدمة الشوط برفقة راشد بن محمد بالسم المنصوري. سعد الله مساك يا ابو ذياب من يتابع الانطلاق للشاهينية مع مقدمة الشوط. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة، هنا المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وايضا تصل هنا الشاهينية مع المركز الثالث لهجن الرياسة، ومن الثالث الى الثاني. يا سلام المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هملولة والعين، العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، آل نهيان محفوظ بخميس، آل نيب الزعيم يتابع الانطلاق. هملولة مع بولي مايل لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا أبو النجمي، يا سلام يا المستحيل. هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري من أطلق عنان الشاهينية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني هملولة، هملولة والشاهينية أيضا المملوكات لهجن الرياسة باختلاف المضمرين، الفطاحة للكبار. هملولة يتابعها الظافر، الشاهينية انطلق مع المستحيل، وأيضا هنا الزعيم يقدم لنا العين، والشاهينية مع المجازف، ولكن هنا الشاهينية، الشاهينية يا سلام غادرت الشاهينية، انطلقت الشاهينية إلى مقدمة الشوط، إلى الناموس، إلى الفوز والانتصار. يا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الأول، مع المركز الثاني، المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف. يا سلام يا المستحيل، يا سلام يا المستحيل، يا سلام يا أبو النجمي، يا سلام يا راشد بن محمد بالسم المنصوري. قدمت لنا الإبداع يا سلام في هذا المساء. سلام الرياسة، سلام، سلام المستحيل، سلام، ويضيف النقاط الذهبية في هذا المساء مع المركز الأول ومع المركز الثاني. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. ثالث المراكز الشاهينية لهجن الرياسة مع المجاز المراكز هملولة لهجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. نقدم لنا الشاهينية والتوقيت الزمني لحظة الوصول والإعادة عبر قناة ياسر الرياضية، حيث تتابعون هذه الانطلاقات في كل زمان ومكان. هنا الشاهينية 9 دقائق مشاهدين الكرام، 16 ثانية، 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. الشاهينية مع المركز الثاني، تهانينا لهجن الرياسة والتهنية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. قطعت المسافة في زمن وقدرة مشاهدينا الكرام، 9 دقائق لا شك، وننتظر التوقيت. المركز الثاني المخرج العزيز أبو طلعت حسام الهواري من يوفينا بالتوقيت الزمنية لهالشكر والتقدير. إذا الشاهينية هي مع المركز الثاني، 9 دقائق ولحظة الوصول ها هي أمامكم الشاهينية، 19 ثانية، جزئين من الثاني. تهاني لهجن الرياسة والثانية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. ثالث المراكز الشاهينية مع المجازر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. قطعت المسافة في زمن وقدر 9 دقائق مشاهدينا الكرام لا شك. المركز الثالث يا المخرج العزيز، تسعة دقائق 19 ثانية، 7 من الأجزاء. الشاهينية لهجن الرياسة والتهنية للمجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام متواصلين مع حضراتكم مع تواصل هذه الأشواط وانطلاقة الشوط العاشر الخاصة بفئة الإبكار الجذاع المهجنات الأصايل من مسافة 6 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط.